مبادرة جديدة في ساحات الحرم والإعلان عن مواعيد اختبارات في رمضان وأخبار أكثر، تابعونا. استعدادا للشهر الكريم بدأت أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. بالوقت نفسه أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرمين عن مبادرة جديدة في ساحات الحرم. والبشرة الثانية إطلاق مبادرة ساحات الحرمين الخضراء، انطلاقا من المبادرة العظيمة التي قدمها سمو ولي العهد وبشر المسلمين بها. وأولى ما تكون العناية بالبيئة المحيطة في الحرمين الشريفين حفاظا على البيئة الصحية، الغطاء النباتي والكساء الزراعي، أن تكون بيئة الحرمين بيئة جاذبة، يؤدون عبادتهم وشعائرهم في جو آمن مطمئن غير ملوث، نظما بإذن الله عدم انبعاث كربونات السيارات. نحرص على توسيع الرقعة الخضراء حول الحرمين الشريفين لنجمع بين ربيع العبادة وربيع البيئة التي ترغب الجميع، وهذا شيء مما تقدمه الدولة في خدمة الحرمين الشريفين. شفنا الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ بحالات إصابة بفيروس كورونا للأسف في كل مناطق المملكة، وكانت وزارة الصحة لها كلمة وجهتها للجميع، خلونا نشوف. حقيقة كلمة من القلب لكم جميعا، لا نريد أبدا أن نختبر أي مآسي أو ارتفاعات في الأعداد للحالات، الموضوع لا يزال بأيدينا. يحفظكم الله سبحانه وتعالى وتدوموا إن شاء الله بإذن الله بسلامة وصحة وعافية، والله الله نوصيكم بأنفسكم في أمان الله. أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد اختبارات المدارس، وحددت من الساعة 10:30 الصباح إلى 2:30 الظهر للمتوسط والثانوي، ومن 3 إلى 5 العصر للمرحلة الابتدائية. في التلفزيون راح نشوف النجم أسعد الزهراني مع الفنان سعيد صالح في مسلسل كوميدي اسمه باركود. كانت أخبار اليوم، تابعونا وخلوكم قريبين كل أحد وثلاثاء وخميس راح نعيش كل سوالف رمضان.